العرعريه يا ونحرقك بالنار، وانت العرعريه يا ونحرقك بالنار، ونحرقك بالنار، وهي انت الطياره يا وحرقها الاشار، وهي كبر كبرا وعين رابعين. وانت العرعريه يا ونحرقك بالنار، وانت العرعريه يا ونحرقك بالنار، هي انت الطياره يا وحرقها الاشار، وهي كبر كبرا وعين رابعين. انت انت اللي جانا يا وجانا. حاج عمر اعترفنا على محمد بن رمضان والسجن نتاعو، خلينا من هنا حب تذكروه هنا كما كان في اللجنه ومن بعد وقع تحوير ومن بعد كذا، وكما داتو فرنسا للسجن ومن بعد البراج، ومن البراج هزوهم بالكاميرا ويقتلوهم. انا هو حكيها لي بصح لازم، وكيف هرب طلق روحه في الكاميرا وهرب وكذا. ومن بعد انا نحكي هذه ربما انت لا تعرف ماك شريعه، من بعد في 61 تعين مسؤول سياسي في القسم الرابع الناحيه الرابعه المنطقه الاولى الولايه الاولى، تعين هو مسؤول سياسي، عينا مع بعضنا وعندنا حكايات مع بعضنا. مالك ها تفضل تاج بدلنا عليه انت بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن رمضان هذا في اثناء الثوره كان في دائم، كان يحضر مع اللجنة ويعطي الرأي نتاعو، هو محمد بن المبارك يعطوا الرأي نتاعهم في الشيء اللي يجينا، يجينا نتاع القتل، يجينا نتاع الزواج، يجينا نتاع اللي رايحين يقشبوا الدعوة نتاعو، يجينا نديروا عليه تقارير وكذا وكذا، يعني يحضروا يحضروا معنا ونحكموا بالحكم اللي نقدروه اللي نفهموه. هو مسكين دام 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 حتى كان هو قريت نوية ثانية في الجامعة تاع عمان وهادي، وخطبني في اختي قال لي سي عمر كي تخرجنا من الجامعة، قال لي سي عمر انا نقول لك كلمة، قلت له واش نقول لك، تقول لي سي محمد، قال لي تعطيني العمرية نتزوج بها، قلت له هذا مكان هذا ما طلبت مني يا خويا، يا هذا ما طلبت مني ولا غير لينا تخليه، قال لي لا لا نسعى والعزوز مو عايشة وابوي صار معاه، قال لي شاورهم وخذا وكذا، ذوك كي شاورهم وفرحوا قالوا قصرتنا 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 وين تناو، اي دا جاب وادو قعد كذا كيما قال العلم، جات الثورة كيما قال الراجل، جات عند الطفل يقول عبد الرشيد، عبد الرشيد هذا عبد الرشيد عبد الرشيد دخل قرا راه طبيب في سطيف، لا لا كيما قال الراجل شبه تباع في المهام نتاعو، في وش خدم وش راه يخدم وش راه كذا وش راه كذا، داتو فرنسا الحبس، دارت له رصاص هنا وشعلت شبيكة في راسو، حرق مسكين وجابوه. كان بو يسكن في المسيرة، جابوه المسيرة من المسيرة جابوه للدار تاعو، تاع بويا اللي كان ساكن يولد فيها، يطلعوا القشاش من فوق واحد من الكرعين واحد من كذا، ويوصلوا هكذا كذا ويدربوه ويلحوه في الأرض، خطرتين ثلاثة يرد يطيش حتى كم يصير فيه واش يصير. ومن بعد دام 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 حتى نداتو فرنسا كما قال الرجل، وداو وجلح هو مع داو خمسة وهو سبع، داو وهو سبعين وخمسة معاه سلاح روحو، هما يقولوا كان واحد لاح وكذا، حكى لي هو قال زحت روحي تلاق روحو كي تلاق روحو في واحد اللي شعبة شعبة على دورة طاح في واحد القار نتاع ماء حافل الماء والشبارة هكذاك، قعد في تلوسيه فيه حوزة فرنسا والظلمة وكذا، واللي ما شافتوش خمس ما شافتوش، راحت فرنسا ودورت هذاك المساكن
ستة هو منع. كورس ما يهم. اش ما كشفت فيهم علاوة. علاوة. علاوة اللي كنت تحكي عنه منهم. منهم فيهم علاوة والقرينية ودي من نذكر اسم من عارف وش بدأ. كما قال راجل محمد جاب الخبر شوية من الخوف ومن الخلع ومن الخبط على كل كلمة فيه بتاع. واش كلي داخ شويه من الخطه اللي تاع 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 لجي داخ اللي داخ شويه كلي ترا ترا ما بشويه ما يعرفش من فين جاي من شويه 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 قال تمت واش على حاجه على حاجه هكذا هكذا حتى سلت الرماد نتاعو قال كل ساعه قاعد تجي حد كذا ولي هنا هي هو انا خاطينا هو انا خاطيني هذا مسكين ولد جد تحت قطاع طريق البيلك جا راعي قال من يشوف الراعي هذيك خلع دين يهرب قالوا ها ما تهرب ما واحد الراعي هذا قال وش قادرين تاكل الراعي هذاك نتاع نتاعو عقبو طريق البيلك طريق البيلك اللي تروح للبريكة ولو طريق بريكة عقبو تماك ساعة هو يعرف اللي نحن عايش فيها في وقت وقت التدليل نتاعو عايش فيه يعرف ولد عندي بيت بيت يعرف الخلافي بيت بيت الناس الحمناوي دارس الحمناوي قنفود مطارفه ثاني كما قرر مطارفه ثاني قيحوا سمى من بيت البيت وبعدين جابوه هنا هاي من اللي جابوه هنا جابوه كل دارك جابوه دارنا طلعوا سي محمد بن المبارك ولا تعرفوا بالاودا نتاعنا وضاح اي وضاح ها وجابوهم قطعوهم بالشش وراسهم محروق جابوهم للدار ساعه خطره سلفتي وخطب انت شفتيه بعينك معايا انا معايا وصلتي محمد ها. الراس مبشش مرتو الرسم بشع كلش مبشش كان في الكهف تحبن في الكهف ها وكي جاوا داو يتورقوا دابا طرحوا يتورقوا فيه وهو دوك على واصحابو دوك كي جاوا يتورقوا فيه هو جاي من لورا في الكامل جاي من لورا نكز بالكامل كي نكز بالكامل شي حاجه كنت جاب الحفره جاب الحفره كي جاب الحفره فرنسا راحت راحت ترقد هذوك ترقد في ترقد في البراج ترقد في البراج كي جات هذوك الحفره فرنسا راحت ولات لقات الحزبه الحزبه ما كانش ما لقاتش الحزبه لقات سي محمد قاطي ولات على طريق ولات على طريقها حوزت حوزت بلا ضوا وما لقاتش ما لقاش هذاك سي محمد سي محمد كيحضر وهي راه في فرنسا هو حضر حاشاكم للواد هو حضر الواد هو اللي حكي لنا يقول لي خاطر سلفتي سلفتي اش معايا في الدار اش انا وياه كي راح لديك الكلكه حكم حك لحديك في الكلكه هذيك حك الشريط خرج الشريط من يده هو خرج الشريط من يده هو راح لواحد داير العزلة حبا 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 راح لهذاك الراجل داير العزلة جاي يحصل جاي يحصل جا قال له حاشاك هو ينازع وقال له زين شوالا ورس قالوا له راني خوك يجي هذاك يركبو حاشاك على البقلة ويديه للخضر أم الخضر منه يديه للخضر ركبو داز محمد بن المبارك بعث له قال له محمد بن سرمطر راه في الجهة الفلانية أرواح وتدور جابوك جابوك عندنا عندي انا دار لبرا في المراح نتاعي خاص شوفي فيك الدار عيط لنا قال لنا روحوا تشوفوه مقطع ومبشش الراس محروق نلتش بالكل كلش فيه جا هذا محمد بن المبارك سرجوا العوده تاعنا تاع هذا سرجوا العوده تاعنا وطلعوا للجبل طلعوا للجبل ما عرف قداه الوقت هو في الجبل عنده حشاك ما عندوش جا المرأة نتاعو جا العمرية سلفتي قال لها عطيني الدراهم باه نداوي نشيلو الدواء نداويه قالت له ما عنديش قال لها واش عنده قالت له عنده راس الفيلو اللي كان يمشي عليه ويلقط في الصراط ويجيب ها هو راه بدي يبيعو له ويشيلو الدواء داه مصاب قولوا له مصاب البقرة داه ذاك الفيلو باعو له ويشراو له الدواء وطلعوا محمد ب
بالمباراة طلعوا للجبل على العودة تاعنا، العودة تاعهم هذا. على العودة. ركبوه في ذاك البشاش ومقطع، ركبوه وداوه للجبل. وقتاش هذه بالضبط يعني؟ ديري الوقت اللي كانت الثورة اللي كانت هذا هارب. هذا ولا؟ هذا هارب. هذا هارب من فرنسا. ما يلقوش في الدار خلاص. ما كانش حشاك عندنا واحد القار تاع أرنب جابوا المسعود بالجذور. قالوا له تحفر الدار تاع وضع حمر. حفروا لنا ديك القار خارج على برا. حفروا قالوا داري كازما. حفروا ديك الدار حفروها. حشاك ما حفروا هذا المسعود بالجذور هو اللي يحفر جابوه يحفر. خرجت هذيك القار خرج على برا. بلقاو لا كازما لا والو. خرجوا راحوا. خرجت راح هذيك الجدر مي وخرجوا هذا المسعود بالجدر وقعدوا يعزبوا فيه فوق الساكومية تاع الشيخ النصري. قولوا له ساكومية هاي جاي على داره. قعدوا ثم يعذبوا فيه. عذبوه العسكر هذاك تاع النقشة ماشي فرنسا قافية. النقشة هي اللي تعذب. عذبوا فيه عذبوه ولا صحيت راحوا طلقوا خلاوه هكذاك ميت. ولا جات مرته وولادو كرفر قدام. هذاك المخشب يديروا هكذاك ولا؟ ايه. على بالك الفرنساويين عندهم بلادهم. ايه. كي تلفوهم يروحوا لبلادهم. وهما خلات عليهم. اليوم ما هذا ولا الجهه هذا تاع فرنسا يقدمش يقدموا العربي. ايه. العربي هو اللي يقدم يحفر ويواسي ويعذبوا فرنسا ما تمسش. فرنسا ولا العسكر تاعها ما يمسش العربي هو اللي هذاك ويضرب. ايه. وقتاش صارت هذه بالعوام؟ بالعوام ب 57 سي ثامر كمل لي خلينا نحضروا على ثامر. ايه. كي طلعوه للجبل. ايه. وقت ولا بان خبروا؟ حتى النبره ولا عبد ولات العقليه نتاعو ارتاح مسقم على حقيقه كما يسلحوه الاداره يقول لك سلحوه اللي يتعاشى اللي يتعاشى قريب وقريب في المعاذير. الله 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 محمد كي يرجع واستقلت الجزائر وترعرع ولا يلبس عليه وعاد يقري وعاد كذا.